وأنا يعني أنهي كلمتي وأحيل الكلمة الآن للمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لكي يعطي لحضراتكم استعراضا لما تم من إجراءات حتى اللحظة وما تم من أرقام تتعلق بالحوار حتى هذه اللحظة. تفضل. مع وعد بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. دي كانت البداية. الحقيقة بعد تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة المؤتمر الوطني للشباب تحت الأكاديمية الوطنية للتدريب بإطلاق الحوار الوطني، الحقيقة السيد ضياء رشوان بدأ في مشاوراته بتشكيل مجلس الأمناء، والحقيقة أنا شرفت برئاسة الأمانة الفنية وشرعنا في بداية عمل الأمانة الفنية اللي أنا هدي لحضراتكم نبذة بسيطة عما تم في هذه المرحلة. الحقيقة أن الأمانة الفنية دورها فني تماما ومحايد تماما. إحنا هنتولى تنظيم إجراءات جلسات الحوار ومتابعة فعالياته وتجميع وتصنيف وتبويب واستيفاء الموضوعات وتجهيزها للعرض على مجلس الأمناء بالشكل اللي ممكن يمكن مجلس الأمناء بإدارة الحوار بالشكل اللائق للشعب المصري. الحقيقة تم تقسيم الأمانة الفنية من الناحية الداخلية إلى 4 مجموعات رئيسية. المجموعة الأساسية كانت فريق المحتوى، ثم فريق العلاقات العامة والاتصال، ثم فريق متخصص في الإعلام، ثم فريق متخصص في اللوجستيات. والحقيقة هنا لازم أقول أن منذ بداية إطلاق هذه الدعوة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أولا بنتوجه لها بكل الشكر والتقدير، يعني الحقيقة جهد غير طبيعي وتعاون غير مسبوق، الناس ما تأخرتش عن تقديم كل التسهيلات اللازمة. الأمانة الفنية تلقت عدد هائل من الأوراق فوق 15,000 ورقة تم دراستها وتصنيفها وتبويبها وتلخيصها وتجمعها بالشكل اللي أنا هقوله لحضراتكم دلوقتي. أيضا فريق العلاقات العامة كان بيتولى حصر القوى السياسية المدنية في المجتمع، تم توجيه الدعاوى والاتصال مع المشاركين في الحوار الوطني وفي متابعة للاتصالات. فريق الإعلام لدينا فريق إعلام قوي جدا بيتولى متابعة ورصد ردود الأفعال وصياغة ونشر البيانات الإعلامية ومتابعة التغطية الإعلامية للحوار الوطني. وفريق اللوجستيات بتاعنا موجود وشاهد وحضراتكم لمسينه بأعينكم. يعني الحقيقة أن كان المستهدف زي ما الدكتور ضياء تفضل جميع قوى المجتمع دون استبعاد لأحد إلا من استبعد نفسه، وبالتالي تم استهداف الأحزاب السياسية بجميع اتجاهاتها، اليسار والوسط واليمين، المجتمع المدني، النخبة السياسية، الصحفيين والإعلاميين والفنانين، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الاتحادات بمختلف أنواعها، المصريين في الخارج، المجالس القومية المتخصصة، ممثلي الأزهر والكنيسة، القيادات الطبيعية من شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية الصعيد النوبة، شخصيات حقوقية، النقابات، المراكز البحثية، اتحادات الطلبة، أصحاب المعاشات، العمال، الفلاحين، الشباب، الهيئات المستقلة سواء مختصة بالإعلام أو بغيره. الحقيقة ده كان المستهدف وده اللي احنا هنشوفه بعد كده ايه اللي تم فيه. بناء على هذه المستهدفات وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب مشكورة أكثر من 500 دعوة، وتم فتح باب للتسجيل الإلكتروني للمواطنين، والحقيقة من خلال استمارة تسجيل رغبات ومقترحات على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، والرقم كان مفاجئ 96,533 استمارة حتى الآن، بما يعكس تجاوب وتفاعل حقيقي والإحصائيات هتبين ده. استقبلنا أكثر من 793 بريد إلكتروني، واستقبلنا أكثر من 435 رسالة واتساب، والحقيقة
ان الاعداد دي تم الرد على كل بريد الكتروني وكل رسالة وصلت بتأكيد وصولها او ايه الاجراءات اللي مطلوبة من صاحبها. يجب علي ان اعيد توجيه الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، اكتر من 25 زيارة لمختلف الاحزاب السياسية التي طلبت ان تحضر، وحصل تغطية اعلامية لهذه الزيارات، والحقيقة يعني كانت الجلسات معهم مفيدة جدا، والاستماع لوجهات النظر المبدئية. والحقيقة ان دائما الدكتورة رشا كانت بتأكد على ان حيادية الاكاديمية وعدم تدخلها في الحوار وتعاونها الكامل مع إدارة الحوار الوطني، وهو ما أتقدم لها شخصيا بالشكر عليه. طيب، عاوزين بقى نتكلم في شوية أرقام. ردود الأفعال اللي جت لنا قدام حضراتكم تصنيف ليها. جالنا ردود مكتوبة، احنا أطلقنا دعوات فجالنا ردود مكتوبة. ردود مكتوبة من 110 مواطن، 65 حزب، 52 شخصية عامة، 38 من منظمات المجتمع المدني، 17 برلماني، 11 نقابة، وزارات وهيئات عامة، 5 ردود، بما يحمل معه أنه يوجد تفاعل وردود فعل إيجابية وواسعة. بالنسبة للمقترحات اللي جات لنا، تنوعت ما بين مقترحات فيها رؤية مكتوبة، ودي كان عددها 228 رؤية، وفي كانت عندنا طلبات مشاركة دون رؤية ودي عددها 136. والحقيقة ان احنا جات لنا بعض الطلبات الخاصة وكنا بنستقبلها وبنرد على اصحابها بان تم استلام الطلب وتم احالته لجهات الاختصاص، وهي ما خرجتش عن ثلاث انواع: اما رغبة في تنفيذ حكم قضائي، او رغبة في الحصول على فرصة عمل، أو رغبة في وضع الأمر أمام لجنة العفو الرئاسي. بالنسبة للمحاور المقدمة، أمكن أن احنا نصنفها لثلاث محاور أساسية، وده تصنيف علمي: محور سياسي، محور مجتمعي، محور اقتصادي. حظي المحور السياسي ب 37% من الاهتمام، 33% من عدد الطلبات المقدمة تركزت على المحور المجتمعي، و 29% تركزت على المحور الاقتصادي. فيما يتعلق باستمارات التسجيل والعدد الكبير اللي أنا ذكرته، اللي هو يقترب من 100,000 استمارة تسجيل، أمام حضراتكم تصنيف جغرافي لمن قدم هذه الاستمارة. دول مجموعهم تقريبا 100,000. كانت القاهرة الأعلى مشاركة، وطبعا جميع يعني موضح النسبة أمام كل محافظة. اللافت للنظر أنه لا توجد محافظة واحدة لم يتم تقديم طلب منها، 27 محافظة طلبوا الاشتراك. طيب، لو رجعنا تاني للتقسيم بتاع المحاور بتاعة الحوار الوطني، المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، حابب اقول لحضراتكم ان احنا الاول درسنا كل الاوراق اللي قدمت لينا، وبدأنا نصنفها تحت التصنيفات دي، وبدأنا نجمعها في صورة قضايا كلية. يعني مثلا كانت ابرز القضايا التي اثيرت، انا هنا ما بنقلش صوتي انا او صوت الامانة او صوت مجلس الامناء، انما هذا ما تلقيناه من مكاتبات ومراسلات. كانت ابرز القضايا في المحور السياسي الاحزاب السياسية، حقوق الانسان والحريات العامة، قضية المحليات، قضايا الاصلاح التشريعي، قضايا الامن القومي والسياسة الخارجية. والحقيقة ان تحت كل بند من دول يوجد قضايا فرعية. على سبيل المثال، في الأحزاب السياسية: تمويل الأحزاب، زيادة عددها، تعديل قانون الأحزاب، العتبة الانتخابية، في حاجات كتيرة جدا تحت كل قضية، ودي إن شاء الله هتبقى محل عرض مفصل على السادة في مجلس الأمناء. ده بالنسبة لقضايا المحور السياسي
أعتقد أن أنا وضحت وسأعيد هذا التوضيح مرة أخرى. هذا تصنيف لم تتدخل الأمانة الفنية في أي جزء من أجزائه. إحنا تيسيرا للبحث عاملين أكتر من تصنيف هيعرض على مجلس الأمناء، تصنيف بالموضوعات والقضايا، تصنيف بالجهات، تصنيف جغرافي، تصنيف زمني، وكل التصنيفات دي جاهزة. ونحن ظننا وأعتقد أننا يعني مصيبون إن إحنا بندي للسادة مجلس الأمناء فكرة عامة عن الطلبات التي قدمت. وأؤكد مرة أخرى أن الأمانة الفنية لم تتدخل لا بالإضافة ولا بالحذف. كل اللي حصل إن هي رتبت الورق فوق بعضه في هذه المرحلة. فنكمل إن واجبات الأمانة الفنية إن هي أي مستند يطلب منها في هذا الخصوص هي مجهزاه ومحضراه، أي رؤية في نسختها الأصلية محتاج الاطلاع عليها فورا هيتم توفيرها. بالنسبة للمحور الاقتصادي، ما قدم للحوار الوطني مقترحات متعلقة بدعم الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمار، تحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، وخفض الدين العام وعجز الموازنة. الحقيقة إن اللافت للنظر إن المحور الاجتماعي كان أكتر محور فيه تشعب في القضايا، وقضايا التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والزيادة السكانية والمجتمع المدني والأسرة والمرأة والشباب والطفل والوعي والثقافة والفنون والإعلام والرياضة، وتحت كل عنوان عريض من دول يوجد عناوين فرعية ممكن نطلع على كل المقترحات والرؤى التي قدمت في شأنها. بكده يتضح أن منذ 26 إبريل إطلاق فخامة السيد الرئيس دعوته المستنيرة وغير المسبوقة بإطلاق الحوار الوطني، ثم في 8 يونيو إعلان المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الأمانة الفنية للحوار، ثم في يوم 26 يونيو الإعلان عن التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطني وفقا للمشاورات التي قام بها السيد المنسق العام، ثم في 3 يوليو أعلن عن موعد بدء أولى جلسات الحوار، وها نحن اليوم في 5 يوليو الجلسة الافتتاحية إن شاء الله وتتلوها الجلسة الأولى. وشكرا لاستماع حضرتكم. شكرا جزيلا سيادة المستشار.